فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليأمنا بالصافات. رواه أحمد والنسائي. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتخفيف، وكان يأمهم بسورة الصافات، فدل هذا على أن التخفيف هو ما يفعله صلى الله عليه وسلم. والقراءة تختلف، فربما يقرأ قارئ سورة قصيرة فتصبح أطول من غيرها بسبب تكلفه بالقراءة وإخراج القراءة عن حدها بالمدود والغنة وغير ذلك من التجويد الذي يدعونه ولا يتقنونه، وإما بغير ذلك من الاجتهادات لبعض طلبة العلم أو المتعلمين، فيريدون أن يطبقوا ما في أفكارهم واجتهاداتهم على الناس. ولو أخل هذا بصفة الصلاة فعليهم أن يراعوا هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، وليس معنى هذا التخفيف المخل بالصلاة، بل معناه التخفيف الذي معه إتمام الصلاة. ولهذا كان يقرأ بالصافات، وهي سورة طويلة، لكن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت قراءة لذيذة سهلة، وليست متكلفة كما يفعله بعض الأئمة الآن.